طبعا ان شاء الله تكون بدايه خير لبلدنا ولكل البلدان العربيه، لانه نحن بالنهايه شعب واحد اخوه، ما لازم تكون في بيناتنا خلافات نهائيا، لانه ما لصالحنا نحن كعرب وكسوريين. لازم تكون يعني بدايه خير على بلدنا، بدايه تطور، بدايه انه رفع الحظر عن سوريا وعن بلدنا، وان شاء الله تكون امور ايجابيه باتجاه هي الخطوه اللي راح تعملها. هي بدايه خطوه كثير ايجابيه ان شاء الله، ان شاء الله يا رب انه ترجع البلد بالامن والامان لسوريا، وترجع مثل الاول احسن، كمان ترجع تفرض سيطرتها كمان مع الاخوه العرب. نحن بالنهايه اخوه وبلد واحد وشعب واحد. أنا أعرف أنه زيارة السيد وزير خارجية الإمارات المتحدة، الإمارات العربية المتحدة، زيارة ناجحة إن شاء الله. إن شاء الله عقبال كل الخليج يعود علينا ويتصرفوا التصرف الصحيح، أخطأوا بحقنا، بدأوا يفهموا أن سوريا هي أساس كل البلاد العربية، أساس كل شيء. ونطلب منهم أنه يضغطوا على أمريكا اللي عملت علينا عقوبات ظالمة، ويرفعوها عن كادر هالشعب المسكين. إن شاء الله تعود كل البلاد العربية، وسوريا أكيد هي الأساس في كل شيء بالوطن العربي. لا شك انه هي الزياره اللي بتيجي بعد قطيعه دبلوماسيه صار عمرها اكثر من 10 سنوات بتعطي دلاله واضحه على عوده القنوات الدبلوماسيه العربيه جميعها، وقنوات القنوات الدبلوماسيه كمان بالاقليم باتجاه سوريا. وهي الزياره اكيد هي مقدمه لزيارات ثانيه اهمها الوصول لمحطه زياره الرياض وعودتها الى سوريا. وهيدا الحكي غالبا لن يحدث بدون عوده القاهره التي ستسبق عودتها الرياض بشكل مؤكد، كما ان الامارات كان لها موقف وسطي من الازمه اذا صح القول، فكان واضحا وجليا ان العوده ستكون عن طريقها. والقرار او التصريح الامريكي الذي صدر بالامتعاض يوم امس حول الزياره هو تصريح يتضح انه تصريح سياسي، لان باطن الامر ان الزياره تمت بالرضا الامريكي او بالمشوره الامريكيه.